السلام عليكم ورحمة الله، شلونكم طلاب؟ وعليكم السلام، أهلا أستاذ. إن شاء الله بخير. طلاب إن شاء الله راح نبدأ المحاضرة. المحاضرة مثل ما شفت حضراتكم شرتها بالكلاس، اللي يحب يتبع وياي يأشر على ملاحظات، أو أنا بعدين راح أنشرها ويا المحاضرة مسجلة. مع ذلك هاي بصورة مؤقتة هسه، اللي يريد ينزلها يفتحها حتى يتبع وياي، يسجل ملاحظات ورقة وقلم أو هيك شيء. إن شاء الله المحاضرة الرابعة راح تكون حول 3 مواضيع رئيسية، اللي هي متكونة من 17 صفحة. المواضيع الرئيسية اللي راح ناخذهن هن: أول موضوع هو راف ستيبلتي، أوكي، تو ستدي ذا ستيبلتي أوف ذا كنترول سيستمز. وهنا أنا application about the RAF stability، هذا الموضوع الثاني، هذا موضوع واحد. اثنيناتهم هنا النقطة الثالثة والرابعة هو دراسة الـ PID controller. زين، وبعدها النقطة الرابعة نصمم الـ PID controller. زين، النقطة الخامسة، يعني هذين 3 و4 موضوع واحد. الموضوع الثالث في هاي المحاضرة هو موضوع الـ Board Plot Representation، تمثيل البود بلوت. هذان الـ3 مواضيع، وممكن نضيف لهم بعد موضوع واحد ضمن مفردات المنهج، اللي هو ما يسمى بالروت لوكس، روت لوكس اناليسيس. نشوف حسب الوقت وحسب الظروف اللي نشوفها، برا ما نخلص هاي المحاضرات اذا اكو امكانية انه ناخذ الموضوع الاضافي. اكو ملاحظة عامة، لما نقول احنا امتحانكم صار حضوري بغض النظر عن المادة، سواء سيطرة أو غير مادة، أكيد عرفتوهن المواد، فهذا يتطلب بذل جهد أكبر من قبلكم لهاي المواد. وما أقصد بي بالجهد الأكبر أنه تعود على دراسة المادة بصورة تخلو من الأوبن سورس قدر الإمكان. عود روحك أنه من تقرأ المادة كأنما مو أوبن سورس امتحانك. طبعا تختلف طريقة الدراسة، فيما لو كان open source الامتحان يكون open source، يعني قوانين ما أحفظها، procedure مرات مال الحل ما أحفظ، أكو مرات أكو procedure ونقاط كون أحفظهن بالحل، تعاريف نقاط ممكن كلها أتجاوزها ما أحفظها. الآن صار أكو يتطلب من عندي أنه شوية أنه أحفظ قوانين معادلات، حتى الكلاميات أحاول أفهمها بطريقة حتى أقدر أعبر بالطريقة اللي أفهمها. زين، الموضوع الأول محاضرة اليوم هو راف ستيبلتي. أنا أريد أرجع لأول محاضرة، أريد أذكركم بموضوع أنا من نرجع لأول محاضرة درسنا فد خصائص، ورا ما أخذنا الفيدباك أريد أرجع ذاكرتكم إلى نقطة مهمة بالفصل الأول، وهي ability. هنا أنا من فوائد الماثماتيكال موديلينج اناليسز، تتذكرون هذين الـ4 نقاط اللي هن الفوائد من التمثيل الرياضي للأنظمة الفيزيائية. النقطة الرابعة مثل ما تشوفون هنا، النقطة الرابعة شو تقول؟ تقول ability to study the stability. هاي النقطة الرابعة واحدة من فوائد التمثيل الرياضي لنظام فيزيائي. هاي النقطة اليوم احنا راح ندرسها، راح نحققها، اوكي. فالمحاضرة مالتنا راح تتمحور على هذه الفقرة، وهي كيفية دراسة استجابة النظام من خلال ماثماتيكال موديل، من خلال نموذج رياضي. تمام، زين. اذا هنا راح نرجع للمحاضرة ونقرأ هذا الموضوع. راوث ستيبلتي، راوث نسبة الى العالم راوث، okay. Routh stability criterion tell us whether or not there are unstable root in the polynomial equation without actually solving for them. يقول هنا بدل ما أنا أحل المعادلة اللي تجيني بالS domain بالtransfer function، إحنا بالtransfer function عندنا شغلة اسمها شنو؟ transfer function. الجزء اللي بالمقام سميناه طلاب، الجزء اللي بالمقام لما عندي جي اوف اس فهنانه، تمام، هذا اللي بالمقام
سميناه؟ سميناه characteristic equation، سميناه معادلة الخصائص. ليش سميناها معادلة الخصائص؟ لأنه بإمكاني أن أدرس بعض خصائص هذا الترانسفير فانكشن، أوكي؟ بإمكاني أن أدرس بعض من خصائصه من خلال هذه المعادلة، لذلك سموها characteristic equation. زين، فهنا شو يقول؟ يقول هنا بدل ما أنا أحل هاي المعادلة وأطلع جذورها وأرسمها، ومن أرسمها أحتاج إلى موضوع، هذا الموضوع اسمه الروت لوكس، راح يتنبأ طريقة راوث راح تتنبأ بدون حل هاي المعادلة اللي هي من الدرجة الثالثة الرابعة العاشرة، تمام، بغض النظر، بدون أن يحلها راح يعرف أن هذا النظام stable or unstable، تمام. فشي يقول هنا؟ يقول this stability applies to polynomial with only a finite number of terms. زين. When the criterion is applied to a control system, information about stability can be obtained directly. The stability, the information about the stability can be obtained directly from the coefficients of the characteristic equation. The procedure in Routh stability criterion. يقول هنا حتى تطبق طريقة Routh اكو procedure للحل طلاب. تنتبهون معي على هذا البروسيجر. أول خطوة بالحل، أول خطوة بالحل هي كتابة المعادلة الخصائص، تمام، كتابة معادلة الخصائص اللي هي وين ألقاها؟ ألقاها بمقام الترانسفير فونكشن هنا، هذه هنا نسميها معادلة الخصائص. زين، تمام. فإذا write the polynomial of the characteristic equation. طبعا أكيد أكيد in S domain. In S domain. Okay. فهذا الشكل العام لمعادلة الخصائص اللي هي A not S to the power N، اللي هي معادلة polynomial متعددة الحدود. زين. الخطوة الثانية arrange the coefficients. ركزوا وياي، coefficient يعني شنو؟ يعني المعاملات اللي هي A not A1 إلى آخره للوصول إلى AN. يقول arrange the coefficients of the polynomial in rows and columns according to the following pattern. يقول رتب لياهن طبقا للشكل التالي. شوفوا هذا شكل مثلث، تمام، هذا شكل هنا تشوفون هذا شكل مثلث مثل ما موضح امامكم، تمام. يقول نرتب المعاملات، طبعا مو كل المعاملات راح يترتبن. ليش؟ لانه تلاحظون هنا المعاملات اللي هي اي نوت وصولا الى اي ان، هذن اللي بالبدايه، اوكي، وهذن اللي بالنص بالوسط، هذن اللي بالوسط هي عباره عن معاملات جديده انا طلعتها، اوكي. زين، فهاي المعاملات اللي هي البي 1 والبي 2 والبي 3 الى اخره، نان سي 1 سي 2 الى اخره، الـ S to the power N A not A2. شوفوا هنا من بدأ للـ S to the power N، إيش أخذ؟ أخذ المعاملات الزوجية، طبعا هاي إذا كانت هاي N زوجية، إذا فرضنا أن الـ N زوجية فأخذ معاملات الأسس الزوجية اللي هي A not A2، لنفرض هاي لو أس S أس 8 فراح ياخذ الثمانية والـ S أس 6 والـ S أس 4 وأس 2 وأس 0 من ضمنهم، أوكي، هذا هنا أنا راح ياخذه. الاسس الفرديه ياخذ معاملات ايضا يخليهن هنا، هذا النبي البدايه اول اثنين، بعدها هذني القيم اللي بالمنتصف يوجد قيمهن. شلون يوجدهن؟ يوجدهن من خلال هاي المعادلات، اوكي، من خلال هاي المعادلات. زين، لنفرض البي 1، البي 1 شو راح يوجدها هنا طلاب؟ ركز، شوفوا هذا قانون البي 1، البي 1 هو هذا قانونها. شوفوا راح ناخذ المربع اللي فوقها اللي هو هذا، وش راح نقول؟ راح نقول اي 1 اي 2 ناقصا اي نوت اي 3 على اي 1. تشوفون هذا قانون، هذا بالضبط قانون الديترمينانت مال المصفوفه. لما عندك مصفوفه شلون توجد الدلتا مالتها؟ عكس الدلتا، عكسها، يعني احنا كنا نبدي اي نوت اي 3، هسه بالعكس، A1 A2 minus A0 A3 مقسومة على هذا الـ A1،
هذه هي قيمة B1. زين، لما تجي إلى B2 شو راح تأخذ طلاب؟ راح تأخذ هذا الجزء وراح تأخذ هذا الجزء، تمام؟ راح تأخذ هاي هذني الاثنين، شوفون هذني، شوفون هذا وهذا، هذني راح يطبق عليهن الديترمنت اللي هي A1 A4 ماينس A0 A5، كلها مقسومة على من؟ أيضا مقسومة على A1. أوكي، هذا أيضا مقسومة على A1. لما يريد ياخذ البي 3 يوجدها، ياخذ هذني اثنين ويا هاي الأصلية، فهذا العمود الأول هو دائما العمود الأصلي يبقى ثابت أثناء إيجاد هاي البارامترز. أكو سؤال طلاب؟ بس استاذ اريد اكبر الشاشة ما كان اقدر، يعني هو ما يصير له؟ لا لان انا كان عندي يصير، لا يصير معانا، ما خاف اعرف صار عندك. احاول زين، خاف لين الكاميرا مشتغلة. والله قربي هسه، شوفي احتمال احتمال قربي هسه، اي هسه ايه تمام. زين، فهنا مثل ما وضحت لكم قبل قليل، هذني ناخذ العمودين اللي هن بهذا الشكل ونوجد الديترمينانت كأنما ديترمينانت. من اجهة عامل وي سي نفس الطريقة، اخذ هذني، تمام، اوجد هذني، تشوفون شلون السي اوجدها يعني، وهكذا سي 2 راح يوجدها هذني اثنين ويا هذني اثنين، سي 3 هذني وهذني، وهكذا بالنسبة لإيجاد باقي البارامترز. هنا راح ينمي لي هذا المثلث عندي، راح ينمي لي بارامترز وأرقام. شوفوا طلاب، أهم شيء تركيزكم يصير على العمود الأول، واضح؟ بهذا المثلث أهم شيء تركيزكم على العمود الأول. راح نقرأ هذني الملاحظات، يقول This process is continued until the nth row has been completed. يقول لك إيش قد عندك رو موجودة بهذه هذا المثلث، تكملهن إلى أن توصل للأخير. زين، هنا عندي راوث ستيبلتي، يقول لك the complete array of the coefficients is triangular، يعني مثلث يصير. زين، هنا راح ناخذ مجموعة من الملاحظات اللي هن الملاحظات الرئيسية والمهمة. هسه اريد الخلاصة من هذا الحكي كله، شنو الخلاصة؟ شلون نعرف السيستم ستيبل اور نوت؟ احنا نريد هاي الخلاصة. راوث ستيبلتي كريتيريان ستيتس ذات ذا، رقم واحد يقول لك راوث ستيبلتي تبين التالي، اولا the number of changes in sign، number of changes in sign عدد التغيرات بالإشارة، of the coefficients of the first column. طلاب شوفوا هاي الملاحظة اللي قلت لكم بيها، قلت لكم دائما الكولوم الأول هو اللي احنا نباوع له، الباقي ما علينا بيه احنا. زين، فهذا الكولوم، هذا الكولوم شو يقول؟ يقول number of changes in sign، يعني وين تتغير الإشارات طلاب؟ يعني مثلا هنا صارت سالبة الإشارة، رجعت صارت موجبة، هنا عندي change، صار change بالإشارة. أوكي، فشي يقول؟ يقول هنا the number of change in sign، عدد التغيرات بالإشارات، of the coefficient بالمعاملات اللي بال first column of the array is equal to the number of the root of equation with a positive real part. هنا شي يقول لك؟ يقول لك ايش قد اكو تغير بالإشارات، معناها عندك positive real part، يعني عندك واحد من الجذور. احنا مو هاي معادلة تطلع لي طلاب، هاي المعادلة الروت مالتها ايش قد عدد التغيرات، number of change، number of change تساوي number of positive roots، تمام. يعني مثلا عندي مرتين تغيرت الإشارة، مرة اجتي صارت سالبة ومرة صارت موجبة ومرة رجعت سالبة. مثلا عندي هنا أرقام 3 2 1 0 مثلا 5، فهنا هذا عندي change الأول وهذا عندي change الثاني، معناها عندي جذرين بيهن real positive root. أوكي، معناها real positive root. أوكي،
النقطة الثانية راث stability state that the necessary and sufficient condition that all roots of equation lying in the left half as plane is ال sufficient condition أنه جميع الروتس جميع الجذور تقع in the left half as plane. طلاب احنا عندنا موضوع اللي هو موضوع الاسبلين. الاسبلين شنو هو؟ حتى نعطيكم فد فكرة عنه. الاسبلين هذا بس نبحث احنا هنا بالجوجل حتى يكون الشرح اوضح بالجوجل. انا اريد اوضح لكم هنا الاسبلين شنو هو. الاسبلين احنا ناخذ لابلاس، تمام؟ In mathematics and engineering, the S-plane is the complex plane. شوفوا طلاب هذا هو الـ complex plane. الـ complex plane be real و be imaginary. Okay? On which Laplace transforms are graphed. يعني Laplace transform احنا شلون الرسمة؟ طلاب الرسمة كل شغلنا احنا كنا ناخذ Laplace كل جزء نظري. الـ S-plane هو عبارة عن مستوي حال الاكس واي، وظيفته يرسم لي اللابلاس ترانسفورم. اوكي، وظيفته يرسم لي اللابلاس ترانسفورم، وانا هذا البلين هذا هو الكومبلكس بلين. هنا عندي جزء ريال وهنا جزء اماجينري. وير انه هذا الاس، تذكرون كنا نشرح عن الاس. شنو هي الاس؟ الاس هي عباره عن رو بلس جي اوميجا، تمام طلاب؟ رو بلس جي اوميجا. اوكي، هنا هذا موضح امامكم رو بلس ماينس جي اوميجا. والاوميجا هي شنو؟ هي 2 هنا 2 باي اف. الاوميجا هي 2 باي اف، واضحة طلاب؟ فهنا عندي الرو هي جزء الريال، اوكي، وهنا الاوميجا جي اوميجا هي جزء الايماجينري. زين، هذا الاس بلين شنو وظيفته؟ شو وقت يصير عندي السيستم ستيبل؟ السيستم يصير عندي ستيبل اذا كان عندي هذا الاس بلين. هنا انا خل رسمه، تشوفون هذا الواي اكسس اللي هو الايماجينري، وهذا الاكس اكسس. اوكي، هذا هو الريال وهذا هو الإيماجيناري. زين، هنا الجي يقول بهاي النقطة، ركزوا وياي، هاي النقطة يقول the necessary and sufficient condition that all roots of the equation lie in the left half as the plane. ال left half طلاب هاي المنطقة يسموها ال stable region. stable region هي المنطقة المستقرة بالاس بلين. هاي المنطقة كل جذر يطلع لي بهاي المنطقة هاي انستيبل. هنا انستيبل ريجن. اوكي، هاي المنطقة غير مستقرة، يعني معناها اذا جذر طلع لي بهاي المنطقة فجذر شوي فهذا سيستم انستيبل. اذا جذر طلع لي بهاي المنطقة السيستم ستيبل. اوكي، طبعا هنا للدقه ايضا هنا عندي خطين بزاويه 45 بزاويه 60. اوكي، هنا الزاويه هاي 60، هاي المنطقه هي ستيبل بالضبط. اذا اريد بالضبط هاي المنطقه هي اللي هي ستيبل بالاس بلين. هاي المنطقه يسموها كريتيكال. شكو نقطه تطلع لي هنا يسموها كريتيكال. هذا الموضوع إن شاء الله إذا لحقنا ناخذ اللي هو الموضوع الرابع بمحاضرات الكورس الثاني، نسميه root locus analysis. root locus يسموه analysis، نحلل السيستم هو بالأس دومين، الرسمه نرسم السيستم بالأس دومين، تمام؟ فهاي النقطة يعني أخاف من تقرون ما تفهموها إنه شنو الأس بلين. هذا هو الأس بلين. زين، إذا الخلاصة مال هذا الشرح كله هو النقطة التالية. النقطة التالية شنو؟
أنا ملخصها no change in signs، يعني إذا ماكو تغير بالإشارات بالعمود الأول معناها all، معناها all، معناها all the roots are negative. طلع بركز ويا هاي النقطة، إذا no change in sign معناها all the roots are negative. وما معناه إنه السيستم شبيه هذا stable. إذا عندي change in sign، عندي تغير بالإشارات بالعمود الأول بالمثلث اللي سويته، معناها عندي positive real root، معناها شنو هذا السيستم؟ معناها unstable system. واضح؟ هاي الخلاصة مال هذا الشرح اللي شرحناه. طلاب واضح لهنا هذين النقطتين؟ اكو سؤال استفسار على مود ابدي اشرح بالامثله؟ اكو سؤال طلاب؟ زين راح ابدي اخذ امثله. المثال الاول يقول اوكي، المثال الاول يقول apply route stability to the following third order polynomial. يقول طبق لي الراوث ستيبلتي لهذه الثيرد اوردر، المعادله من الدرجه الثالثه في ذا اري. طبعا هذا بعدين نرجع لهذا المثال، عيفوا انا بادي بالصعب شويه. هنا خلينا نبدا بهذا المثال اللي هو بالصفحه الاخرى. check the stability of the given characteristic equation using route stability. يقول شيك الستيبلتي مال هذا الكاركترستيك ايكويشن اللي هي هاي مين جايه طلاب؟ هذه الكاركترستيك ايكويشن جايه من الترانسفير فانكشن. اوكي، اذا عندي ترانسفير فانكشن اوكي هذه جايه من عنده من الترانسفير فانكشن. زين هنا اس اس 4 زائد هاي معادله من الدرجه الرابعه يقول شنو ذا اري كوفيشنت بيكمز. هسه ركزوا يا طلاب، شوف ايش راح يسوي. اول شيء ترتب من الاس الاعلى الى الاس صفر، تمام؟ هذا اللي الاس، اس اس 4، اس تكعيب، اس تربيع، اس اس 1، اس اس صفر، تمام؟ هذا اللي رتبتهم بهالشكل. هسه ايش راح نسوي؟ هذا الاثنين اللي هنا نجيب معاملاتهم دايركتلي من شنو البولينوميال المنطقيه، تمام؟ اللي هي عندك هاي الاس اس 4 والاس تربيع والاس اس صفر، هذن يعتبر زوجي، تمام؟ تعتبر اسس زوجيه اللي هن واحد والثلاثه هاي امامك والخمسه، تمام؟ خلصنا من هذني المعاملات. زين الاس تكعيب راح نجيب الاسس الفرديه معاملاتها ابتداء من الاثنين، اثنين هذا يا اثنين، الاربعه هذه الاربعه. زين احنا للاس اس واحد هو اخر اس فردي، الصفر طبعا الاس اس صفر اتفقوا انه الاس اس صفر يعتبروه زوجي. اوكي، الاس اس صفر اللي هو هذا وياه يعتبروه اس زوجي ايضا، فالاس اس صفر تنزل معاملتها ايضا هنا أنا بالاخير. زين هسه اللي بقالي شنو؟ بقالي هذا الكوفيشنت هنا ما عندي معامل له، فاني كاتب لكم ملاحظه صغيره. if any coefficients are missing، يعني بهاي المنطقة مو بهاي المنطقة، إذا أي coefficient مفقود بهاي المنطقة we can replace by zero in the array، ممكن أن تعوض عنه بصفر. أوكي، هنا أنا بهاي المنطقة. زين الآن هذني يكون أوجد قيمهن. أوكي طلاب، هذني الاثنين كون أوجد قيمهن. هاي الأس أس خمسة هنا كما هي أيضا تنزل، هاي الخمسة اللي هنا أس أس صفر. نعم طلابك أحد عنده سؤال؟ اي استاذ انا عندي سؤال. نعم عفوا استاذ، يعني احنا بالمعادله اجى النهايه مالتها صفر، نهايه المعادله من الدرجه الرابعه، يعني هاي صدفه لو الصفر احنا من عندنا خليناه بالاس تكعيب. بالاس تكعيب؟ لا هاي هذا احنا من عندنا، بس احنا هذن المناطق احيانا مرات تصير بيهن missing element، يعني فد رقم مفقود، فاقدر اعوض عنه بصفر، بس شرط هنا بالاخير، شرط هنا بالاخير بهاي المنطقه لازم استاذ يساوون، لازم يساوون، هذا يصير مثل المثلث، هذني اول اثنين متساوون لازم. اوكي تمام، لازم يساوون على مود اقدر اوجد القيم اللي هنا، اذا هذا مفقود ما اقدر اوجد هاي. اوكي شوفين هاي استاذ، اذا موجود مثلا انا عندي اس فردي ما اخلي صفر، لا ما نخلي صفر، اذا موجود ماكو مشكله.
تمام هسه شكرا. تصير عندنا حالة، هسه تصير عندنا حالة ما عندنا صفر. زين، اكو سؤال بعد الطلاب؟ منو عنده؟ نعم انا أستاذ تفضل. زهراء ترى تدخل يقولها تعذر. ليش؟ ما اعرف، ما عنده مشكلة، ما عندنا مشكلة احنا. ليش؟ الطلبة كلهم موجودين. تقدرين تدزيلها هذا الرابط، تدزيلها، خلينا نجرب هذا الرابط. تمام ادز لك هذا الرابط بالتعليقات، تقدرين تدزيلها. اوكي، دزيلها هذا الرابط، دزيل لك اياه بالميتنج، رابط بديل. تمام. أوكي أستاذ. هنا أنا طلاب الـ SO0 هاي قيمتها 5 موجودة أيضا عندي، هذا وياها. أوكي، هاي هم ما عندي مشكلة بيها. الآن هذن اللي بالمنتصف أوجد قيمهم. طلاب هذا الموضوع جدا بسيط. هنا أنا الواحد، هذه الواحد، تمام. شلون راح نوجد قيمها؟ طبعا هنا قيم مجهولة هذني. أول شيء راح أجل هاي هنا أنا. هذا أستخدم هذن الاثنين. شنو قانونها؟ قانونها 2 في 3 طلاب 6، تمام. 6 ماينس، القلم ليش ما يشتغل هنا؟ هنا أنا خلينا نكتب هنا الشكل، 2 في 3 ماينس 1 في 4، تمام، ناقص 1 في 4، كلها مقسومة على من؟ على 2. 2 في 3 6، 6 ناقص 4 2، 2 على 2 1، هذا الواحد. تمام طلاب، شفت شلون؟ زين، هذا الإلمنت اللي هنا شلون راح أوجد قيمته؟ نفس الطريقة، راح أستخدم هذني، شوفوا. لذلك هنا خليت صفر، لأنه أنا محتاج أخلي رقم هنا. زين، شلون أوجد قيمته هذا؟ نفس الطريقة، 2 في 5 10 ماينس 1 في 0 صفر، تقسيم عليه تقسيم 2، 10 على 2 شو يساوي؟ 5، هاي 5. اوكي، زين، هسه نجي لمن؟ نجي للسالب 6، او نجي لهذا الرقم اللي هنا. الرقم اللي هنا نوجد قيمته من خلال هذا المربع. هذا المربع شنو معادلته؟ راح تكون 1 في 4 4 ناقص 10 تقسيم جد تقسيم 1. 4 ناقص 10 ناقص 6 على 1 ناقص 6، إذا هذا هو ماينص 6. زين، إذا هنا خلاص أنا هسه خلصت الحل تقريبا. أوكي، تقريبا خلصت الحل. الآن أنظر لهذا العمود طلاب، أباوع على هذا العمود. إيش عندي هنا طلاب؟ شوفوا، أنا حاط لكم سهمين. أول مرة كانت موجب، طبعا بغض النظر عن الأرقام، كانت الإشارة موجبة، صارت هنا صارت سالبة. هنا أنا من سالبة رجعت موجبة، فعندي كم مرة تشينج؟ عندي هاي المرة الأولى وهاي المرة الثانية، مرتين عندي تشينج. إذا هنا نجي للاستنتاج، نجي إلى الاستنتاج. There are two changes in sign of the coefficients in the first column. يقول عندك مرتين تغيرت الإشارة بالفيرست كولوم. This means that there are two positive real roots. معناها عندي روتين، جذرين موجبات. بالتالي إذا طلع لي جذر موجب، معناها أنا هنا شوفوا، هنا طلع لي جذر، معناها هذا السيستم is unstable، معناها هذا السيستم ما مستقر. أوكي طلاب، هذا السيستم unstable معناها. واضح المثال؟ حتى أنتقل لمثال آخر. زين، المثال الآخر شو يقول؟ يقول check the stability of given equation of the rough stability. أكو سؤال طلاب؟ تفضلوا، اللي يدي سؤال. زين، هنا المعادلة هاي من الدرجة الثالثة. أوكي، إيش عندنا؟ عندنا أس تكعيب، أس تربيع، أس أس واحد، أس أس صفر. هذا أنا أخليهن من البداية. طلاب هنا ايش عندك؟ الاس تكعيب اس فردي، فعندك هذا معامله واحد، وهذا المعامل مالته سالب 2، فاذا 1 سالب 2 هذني نزلن. الاس تربيع هذني نزلن واحدهن، 3 9، تمام. هذني الاسس الزوجيه، 3 9، تمام، خلصنا. الاس اس صفر اللي هي هاي معاملها، اس اس صفر اجيبها هنا انا ايضا انزلها.
شو بقى لي؟ بقى لي فقط هذا المجهول اللي هنا، أوكي؟ فقط هذا هو المجهول اللي يكون أوجده. شلون أوجد هذا المجهول؟ من خلال هذني، أوكي؟ هذني المعاملات اللي هنا. شو عندي؟ سالب 3 في سالب 2 في 3 سالب 6 ناقص 1 في 9، 9 سالب 6 ماينص 9 ماينص 15، 15 تقسيم 3 5، وعندك إشارة سالبة سالب 5 الناتج. زين، الآن عندي كم تشينج؟ عندي هنا تشينج الأول، وعندي هذا تشينج الثاني. فإذا there are two change in sign of the coefficients in the first column. نفس الاستنتاج مع السؤال اللي قبله، بالضبط نفس الاستنتاج. إذا معناها عندي two positive real root، معناها السيستم هذا هو unstable، هذا السيستم ما مستقر. وهنا طبعا هو هذا اللي كنا نحكي عنه بأول محاضراتنا، نقول انه اكو إمكانية انه predict the stability of the system، اوكي، من خلال الترانسفير فانكشن. هي هاي وحدة من فوائد التمثيل الرياضي، انه عرفت استقرارية النظام بدون الحاجة الى تحليل المعادلة. احنا هاي المعادلات تجي ناخذها سهلة، يعني مرات تجينا معادلات بأسس شوية معقدة. يعني انا هسه يمكن بعطيكم هنا بالبروبلمات، مثلا هذه أس 6، هاي أس 6 شلون تحلها طلاب؟ شلون تحل معادلة من الدرجة السادسة؟ طلاب هاي تنحل نيوميريكال عددي، وحلها مرات يكون معقد وما نوصل للقيمة الحقيقية، اوكي. وهنا أنا مثلا أس 5 هنا عندك، شوفون فالأسس العالية. احنا هسه جينا ناخذ أمثلة يعني بسيطة على مود نوضح الفكرة، ولكن الأسس العالية ما نقدر احنا نحلل معادلة، أوكي. هنا نرجع لهذا المثال، المثال الأول. هنا عندي معادلة من الدرجة الثالثة، فهنا الأسس الفردية خليتهن هنا، الأسس الزوجية خليتهن هنا، تمام، والأس أس صفر خليتها هنا. بقى لي إليمنت واحد هو هذا، ويا هذا الإليمنت شلون أحسبه؟ أحسبه من A1 في A2، تمام. هذا A1 في A1 في A2 ماينص A0 في A3، كله مقسوم عليه من؟ مقسوم على A1. هنا طلاب ما موجودة عندك أرقام، أوكي، هنا أنا ما عندنا أرقام. فهنا شو يقول؟ يقول the condition to make the system stable، حتى نخلي هذا السيستم stable لازم ال A1 A2 أكبر، يعني ضربهن يكون أكبر من ضرب A0 A3. يعني هذا الكونديشن، هذا الكونديشن اللي يخلي لك السيستم ستيبل، والا السيستم ان ستيبل. ليش اكبر؟ حتى هذا تصير اشارته موجبه تبقى، اوكي. لازم هذا الاليمنت اكبر من هذا الاليمنت اللي هنا، على مود هذا الناتج يطلع لي موجب. بالتالي اذا طلع لي موجب معناها هذا ستيبل سيستم، تمام. هذا فيما يخص هذا المثال. هنا ايضا هذا هم مثال، مثال آخر. شو يقول؟ يقول apply Routh stability condition of the third order، هاي معادلة من الدرجة الثالثة. نيجي هذني نرتبهن بهذا الشكل، اللي هن S تكعيب وصولا لأس أس صفر. هنا نخلي المعاملات اللي هي الأس الأسس الفردية هي 1 هنا، وهنا عندي هذه أيضا 1، اللي تشوفون هاي 1 و1. زين، هناش عندي 2، هاي 2، وعندي هذه 2 ايضا، اوكي. زين، هنا عندي هاي 2 اس اس 0، هذه اس اس 0، هذه قيمتها هنا، تمام. زين، هسه ايش بقى لي؟ بقى لي هذا اللي هنا، خلنا نوجد قيمته. 1 في 2 طلاب 2 ناقص 1 في 2 2 تقسيم شنو؟ 2، 2 ناقص 2 0، 0 على 2 0. هذا الرقم طلع لي 0، والصفر مثل ما تعرفون هو عبارة عن رقم لا يحمل إشارة، أوكي. يعني إحنا هنا ما نقدر نقول الصفر هذا معناها إشارته موجبة، أوكي، ولا إشارته سالبة، هذا محير. فمن يطلع لي صفر هنا بالفيرست كولوم هذا يسبب لي مشكلة. فشنو الحل؟ هنا شو يقولون هم؟ هم ايش راح يقولون؟ يقولون if the first column in any row is zero، بأي صف طلع لي هنا صفر،
but the remaining term are not zero. يعني باقي ال elements not zero. Then the zero term is replaced by a very small positive number epsilon. هنا يقول راح أعوض بو كان الصفر فهذا رقم كلش صغير. Okay. And the rest of the array is evaluated. وباقي ال array نوجده. شوفوا طلاب هنا القاعدة راح تختلف في شوية. شو يقول؟ يقول the checked signs are above and below zero اللي هو الابسلون اللي انا فرضته. يقول شيك الاشارات اللي فوق وتحت الصفر. تمام؟ This system is stable because no change in signs above and below zero. يقول هاي الزيرو فوقها موجبة وجواها موجبة، شنو صار تغير بالاشارات لو لا طلاب؟ لا ما صار تغير بالاشارات، معناها شنو؟ معناها هذا السيستم شبيه stable. ليش؟ لأنه ماكو تغير بالإشارات قبل وبعد الصفر. أوكي، فإذا طلع لك هنا أنا صفر تشوف قبله وبعده، إذا أكو تغير معناها unstable، إذا ماكو تغير معناها stable system. تمام طلاب؟ واضحة الفكرة؟ واضح الأمثلة؟ واضحة؟ أكو سؤال استفسار شغلة مو واضحة؟ احنا ان شاء الله نكمل بالمحاضرة القادمة الامثلة اللي احنا خلصنا المحاضرة، راح ناخذ ايضا امثلة اضافية ونحاول نحل لكم فد مثال من هذين الامثلة اللي موجودة هنا بالبروبليمات، فد سؤال او سؤالين نحل قدر الامكان، نشوف حسب الوقت. فاذا اكو سؤال فتح الميكروفون، اللي عنده سؤال يفتح الميكروفون يتفضل. نعم طلاب، أكو سؤال؟ طلاب افتح الميكروفون. نعم تفضل تفضل. لو السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله. أستاذ بس حضور ما لحقت أسجل. بعدنا ما سجلنا هسه راح نسجل. ماشي رحاب عندي سؤال. نعم أستاذ. نعم أستاذ إذا القيمة مثلا هنا من ضربناها ونقسمها وإذا طلعتنا بها بوينت يعني ياخذها هي والبوينت لو قربها. لا لا، هي والبوينت ماكو مشكلة، البوينت يعتبر رقم. أنا أهم شيء، أهم شيء عندي الإشارات، أهم شيء عندي الإشارات، الأرقام حتى لو يطلع بالبوينت ماكو مشكلة، هو رقم يعتبر، بس أنا مشكلتي إذا طلع صفر. أوكي استاذ مو احنا اذا طلع عندنا بوينت هسه احنا بهاي الماده من يقدر مثلا بالفاينل نمتحن ويجينا مثلا رقم ببوينت تصير صعوبه بالضرب والتقسيم ليش يعني ما عنديش حاسبة؟ يعني عادي نستخدم الحاسبه حتى لو يبقى كسر، حتى لو يبقى كسر، حتى لو بقي كسر، لا تبسطي لا تقسمي. يعني مثلا 130 على 17 تقولي انا ما اعرف اقسمها بالحاسبه، مو هيك قصدك؟ لا مو شرط ما ابغي حاسبة اخاف مثلا الحاسبة ممنوعة بالامتحان فصير صعوبة اني اقسم هي الحاسبه ما الوقت. ممنوعه، ولكن مع ذلك انت حتى لو بقيها كسر، يعني بقيها ماشي مثلا 130 على 7 مثلا ما تتبسط، اهم شيء اشارتها، اهم شيء الاشاره. اوكي استاذ زين واذا طلع مثلا اكثر من رقم مثلا اشارات سالبة اي ماكو مشكلة، نحسب التشينج، يعني كم مرة صار تشينج بالإشارة، يعني هنا يعني بس كم مرة تغيرت الإشارة. بالاستنتاج مثلا اذا كان هسه هنا انا خلينا 2 مثلا يصير 3 او 4 ما يصير تغيير بالاستنتاج يصير تغيير، اي ماكو مشكلة حسب التغيرات الموجودة بالإشارات. إن شاء الله ناخذ أمثلة المحاضرة القادمة. ماشي الأسس عالية شوية، يصير عندنا أسس عالية شلون بالأمثلة اللي اس اس 6 اس اس 5. أوكي ونشوف ماشي شوية أكثر، يعني أكثر أمثلة. أكو ماشي سؤال ماشي بعد؟ العفو أزهار عندي سؤال. اي استاذ العفو اذا ما تصير زحمة عليك تقدر تعيد من صار الناتج صفر وصلنا للرسم أي شوي استاذ ما استوعبتها الصفر طلاب، الصفر مشكلة. ليش؟ إحنا عندنا بالرياضيات الصفر لا هو إشي يحمل إشارة موجبة ولا هو يحمل إشارة سالبة. أوكي هاي المشكلة اللي عندنا. لذلك لما نجيني، لما يجيني صفر هنا بهذا الصف، يعني بعد ما احس بحسب القانون، اذا اجاني صفر هنا باختصار، باختصار حتى ما اطول عليكم هذا الشرح هنا، ننظر الى ما قبل الصفر وبعد الصفر. اوكي ننظر الى هذني الاثنين فنشوف اذا هذني الاش هذني اللي قبل وبعد الصفر اوكي نفس الاشاره، معناها هنا no change in sign، معناها السيستم ستيبل مثل هاي الحاله بالضبط. اوكي
واضح؟ هنا أنا هاي الحالة صايرة عندي، هنا صار عندي سيستم، هنا أنا حطينا ابسلون، اوكي هنا عندي صفر، صار شوفون هنا صفر. فهاي الحالة إن شاء الله بالمحاضرة القادمة نشرحها. فايش سوينا؟ حطينا ابسلون رقم صغير جدا على ود هذا لا يصير انفينيتي من الحسبة، حسبناه هذا الرقم طلع كله شنو؟ كله إشارته سالبة. تمام، من طلع كل إشارة سالبة صار عندي تشينج هنا، موجب سالب سالب موجب، فهنا أنا انستيبل سيستم. هذا المحاضرة القادمة يشرح، واضح؟ وإن شاء الله ناخذ واضح أسئلة أكثر تتوضح إن شاء الفكرة. الله إن شاء الله. طلاب اللي أصيح باسمه يفتح الميكروفون. أحمد راهب، أزهار موجودة، أزهار نعم أستاذ موجودة. أي ناس، الطلاب اللي أصيح باسمه يقدر يغادر براحته. شكرا أي ناس، تبارك عمنا. جعفر موجود، نعم نعم أستاذ. حسن حميد، حسن خالد، حسن صفاء، حسين حيدر،